أعلنت القوات المسلحة تنظيم عرض جوي مصري إماراتي مشترك في سماء مدينة العلمين الجديدة قريبا، ومن المقرر أن يشارك في العرض المشترك كل من فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وقوات المظلات المصرية وقوات البحرية المصرية وفريق الفرسان الإماراتي. من أرض مصر عبق التاريخ ومنشأ الحضارات، كانت الانطلاقة الأولى بمنطقة الأهرامات الساحرة. قدنا صوت النجاح لشغف جديد، فكان العرض الجوي الثاني مناورة تضفي بهجة على سماء مدينة سهل حشيش بالغردقة. وقريباً وفي سماء مدينة العلمين الجديدة درة البحر المتوسط، فريق النجوم الفضية المصري مع فريق الفرسان الإماراتي بمشاركة القوات البحرية وقوات المظلات، حيث تمتزج القوة والإثارة بالمتعة والسعادة. العرض الجوي العلمين إير شو